ازيكم؟ اصحاب عاملين ايه؟ انا ملاك. انا نشتغل مع بعض كيكة الشوفان سهلة جدا. اول حاجة عندنا نص كوباية لبن، وعندنا نص كوباية كاكاو، وعندنا نص كوباية دقيق شوفان، وعندنا 4 معالق سكر دايت، وعندنا رشة فانيلا رشة ملح، وعندنا معلقة خل صغيرة، وربع كوباية زيت، وثلاث بيضات، وكيس بيكنج باودر، وهنا عندنا الصينية حاطين عليها الزيت ورشينا كاكاو. دلوقتي بقى نقولكوا الطريقة. أول حاجة هنحط اللبن، نحط عليه الكاكاو، نحط عليه السكر، ونضرب دول مع بعض. ممكن أدربه في الخلاط. واحنا بنقلب هنحط الزيت. دلوقتي بقى ناخد خليط من احنا عملناه، ناخد منه شوية. نعم، من شوية نحطهم على جنب، نحطهم في التلاجة. دلوقتي بقى هنحط البيض، نحط رشة فانيليا، نحط رشة ملح، هنقلب. نحط دقيق الشوفان، منكترش دقيق الشوفان عشان الشوفان بينفش في الفرن. نحط بقى معاه البيكنج باودر، نحط عندي الصينية بتاعتنا، نحط بقى الخليط ده. بس من وقت هندخل الفرن لمدة نص ساعة. ندخلها الفرن ونرجعلك. ورقة صعبة لما طلعت الفرن ده شكلها، وهي خدت منها انا 30 دقيقة بالظبط، نص ساعة. دلوقتي بقى هناخد الصوص اللي احنا كنا سايبينه على جنب حطيناه في التلاجة. دلوقتي بقى نحطه على الكيكة بتاعتنا. ونفرده. دلوقتي بقى نقطعها معاكم.
ده شكلها بعد ما طلعت. دلوقتي بقى مش على جزئين. ده بقى شكلها بعد ما طلعت وده طعمها حلو جدا. وجربوها بقى ورايقوا في المكومنتات. ولو لسه معلكوا شير وسبسكرايب وباي باي. ودي كده سبع معمولة من دقيق الشوفان، صحية جدا للدايت. وده سكر اللي احنا مستعملناه، هو سكر دايت مستر فركتوز. وده شكله وعملنا منه كده، خدنا منه 4 معالق بس عشان ما يسكرش. وده كانت الكيكة بتاعتنا النهاردة. اشوفكم في فيديو جديد وباي باي.